فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. الجزائريين والسنغاليين الملايين من عشاق الكرة، من ينتظرون تتويجا بهذه السيدة صاحبة الفخامة كأس أمم إفريقيا 32. هذه اللحظات ستبقى في التاريخ مثلما احتفظنا ونحتفظ بلحظات بلحظات أخرى تبقى في التاريخ من هذه البطولة. في غياب كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي بسبب العقوبة غايب اليوم عن تشكيلة منتخب السنغال، سيعوضه ساليف ساني مدافع نادي شالك 04. هذه هي الأعلام الوطنية والأجواء الكبيرة جدا في مدرجات استاد القاهرة الذي سيبقى يشهد مثلما تشهد القاهرة ومصر على مرور جزائري من هنا بهذا الشكل الرائع جدا، مرور في نهائية كأس أمم إفريقيا التي تنظم هنا في القاهرة لأول مرة في التاريخ ب24. في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا، فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، اشهدوا مشاهدي الكرام أننا في نهائي كأس أمم إفريقيا على أرض مصر، على أرض الفراعنة التي دخلناها آمنين سالمين، وسنخرج بإذن الله غانمين بعد هذه المباراة النهائية. اشهدوا أننا جئنا مصر بروح وقلب وعقل واحد من أجل هدف واحد. اشهدوا مشاهدي الأفاضل أننا بلغنا المباراة النهائية بفضل الجهود، بالدماء بالدموع وكذلك بالعرق، وجئنا كذلك وشغلنا هنا في القاهرة وفي مصر وفي كل بقاع الدنيا، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة. اشهدوا أننا سنبذل الجهد كذلك في هذه المباراة. من سنة وصل للمباراة النهائية. أول ملاحظة لجمال بن ماضي بعدما بغداد راح بغداد راح بغداد راح بغداد راح بغداد رياض من هنالك رياض يا بغداد، وقول قول اسجد لربك يا بغداد. يا له من جول، ضربة عالية وضربت في القائم ودخلت جول لصالح المنتخب الجزائري. يا سلام مليان يوسف، كرة بعيدة وبالراس وبابا خطيرة ورياض والدفاع سفر من امضاء بغداد بو نجاح. هاي يا بغداد، هاي يا بغداد، حطها في الجول بغداد. كرة لصالح رايس وابن بلحي في إعادة هذه الكرة، لمست القائم ودخلت. تغطية دفاعية من هنالك من نجاي، تروح لعدلان قديور عن طريق اللاعب نجاي، وقصمة 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 وقصمة. راح بغداد، راح يوسف بليلي لخروج الحارس قوميس، بليلي وقوميس ويخرجها في التماس. القائمة الأول تلعب البعيدة، سلامات بعيد الكرة هذه، سلامات راحت مباشرة ضربة مرمى. قول الحكم المساعد لصالح المنتخب الجزائري، كنت أقول بأنه عادة المنتخب الفريق اللي اسمه ساديو ماني. أنت متأخر يا زفان، ساديو ماني ساديو ماني مازال عنده الكرة، ساديو يلعب، ساديو ماني استلمها، ساديو ساديو والدفاع يخرجها رياض، هو اللي رجع وخرج هذه الكرة. مثل هذه قصيرة صعب يخرج رايس، عليكم الآن بالدفاع على هذه الكرة. مع هدف المصري محمود دياب، كرة راحت ساديو ماني فعلها، ساديو ماني فعلها، ساديو ماني راح ومعه بن ناصر، ساديو ماني وبن ناصر، وفي تقنية الفار موجودة، الكرة في المخالفة حذرية رايس. يوسف صبالي مع رياض، يوسف صبالي مع رياض، يوسف صبالي مر، يوسف صبالي يلعب بنية مع يوسف واسماعيل، والتغطية الدفاعية والحكم يقول للجزائر اسماعيل انت توزن
30 كيلوغرام مبلل ومتر وشوية من عند وسط ميدانه اندياي. الكرة السنغالية محاولة المرور وكاين تقنية الفار، كاين تقنية الفار، تنساوش بأنه كاين تقنية الفار. أوه يا ساديو ماني، أوه يا ساديو ماني، اعتداء صريح هنا من ساديو ماني على سفيان فغولي لو يطرده حكم المباراة، اعتداء صريح. يوسف بليلي، ما زالت الكرة السنغالية وصلت لينباي لينيانغ. أول تسديدة صاروخية على مرمى الحارس رايس وابن بلحي من هذه الكرة السنغالية. يا 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 صار يمر، صار يمر، وخطا جول حكم المباراة لصالح اسماعيل صار. وين رايح يا بالعمري؟ التوزيع خطيرة بينية. يوماني مر بسهولة من ثاني مرة، والكرة خطيرة تلعب دفاعية. وجمال يتفوق، جمال وجمال يقاوم مازال، ورامي بن سبعين يقرا، والبينية والتوغل والخطورة. وزفان يخرج ركنية، وزفان يخرج ركنية. يا رامي يا بن سبعين يا بني، يا رامي يا بن سبعين، الله يرحم والديك يا رامي. العب الكرة وانسى اللاعبين، انا عارف بانك انت تعرف اسماعيل صار وتريد ان تقول بانه يحاول ان يتحايل على حد كم المقابل. خطيرة وما زال بارد سلامات. يوسف يلعب لإسماعيل، إسماعيل بن ناصر والحكم يعطيها رياض. ساديو ماني ورياض والتغطية وساديو ماني والكرة في التماس. حط رجلك يا رياض، خلاها لإسماعيل. يوسف، يوسف وإسماعيل، إسماعيل ينفذ الكرة مازالت قصمة مع رامي، قصمة ورامي يرجع للخلف لإسماعيل صر ورئيس بغداد. بغداد يلعب لرياض وصلت لسفيان، سفيان لرياض. يا 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 ماني راح ساديو، راح ماني راح ساديو، يلعب لصر نيونغ وجمال. ياسف وصلته، هاي كرة تقول، هاي كرة تقول يا يوسف، هاي كرة تقول يا يوسف، هاي كرة تقول يا يوسف، ورياض والدفاع حتى راحت سهلة لي رئيس، راحت بعيدة. الأولى أطلبها بغداد، عدلان لبغداد، رقب كورتو بغداد، وفيه تماس الحكم يقول ورياض اختفى وراح، ورياض اختفى وراح، انطلق مع بغداد، وصلته بغداد، بغداد الآن للأمام في اتجاه الرؤوس. كرة رئيس هايفات وسلامات. صبالي مازال، صبالي أرضية، ساديو ماني، ولالا يلعب من دون حذاء جمال، يخرجها بعيدة تماما من هنالك. إسماعيل بن ناصر ما زالت سنغالية ويا ما زال الجزائري. جمال من دون حذاء، الكرة تروح لصبالي، صبالي محاصر وخطا يقول حكم المباراة. صبالي وحطا حذري من الكرة هذه خطيرة بين أحضان الحارس. جول ماذا هنالك؟ ضرب الجزاء، ضرب الجزاء للسنغال، ضرب الجزاء للسنغال يقول حكم المباراة. السنغال حكايتهم حكايات مع ضربات الجزاء، عندهم خمسة طاولة حكام المباريات. ضرب الجزاء يقول حكم المباراة للسنغال، ينتظر الفار. هاي الإعادة، هاي لمسة يد، هي لمساته يا سيد الحكم. ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها. العب العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. هاي نقطة تحول المباراة، هاي نقطة تحول المباراة. قال الحكم العب، هذه هي نقطة تحول المباراة. أعطيوني الكرة يقول حكم اللقاء، أعطيوها لي، أعطيوني الكرة يقول حكم اللقاء. سفيان، راح سفيان، راح سفيان، راح سفيان، راح سفيان، راح سفيان، غطى كورتو سفيان، مازال سفيان العلي. صبالي يرجع لي ماني، يرجع معي رياض ماني، أوه في خطأ. يوسف بليلي كرة في العمق، حذري 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 حذري. بابا 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 بابا، راحت سلامات، راحت سلامات. هاتي الكرة، مش متعودين نخليو فراغات مثل هذه يخرج لنا باينيونغ، مش متعودين. شوف وين خرج لك يا جمال ويا عيسى يمندي. نيونغ وبعيدة، بعيدة من نيونغ. كرة كانت رأي البنات حاضرين في المدرجات، طبعا زوجته جزائرية فرانك ريبيري الحاضر في موسط. قال يا رجعت الخلف، تسديدة ولالا رايس، يا رايس، يا رايس، يا رايس، يا رايس. اسماعيل صار، اسماعيل صار، اسماعيل صار، واسماعيل صار
مرو جمال بالعمري، رياض يبحث عن الرؤوس، رياض جول ولا لا، ركنية أخرى لصالح المنتخب الجزائري، يوسف ينفذ الركنية ولا لا، رجعت لك يوسف، مازال عنده الكرة، يوسف يدخل، يوسف يمر، يوسف وتوزيعه با با با.